ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته، أنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام، أنه نبي ورسول. والرسالة أعم من النبوة، فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله فهو كافر، أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين وأجاز أن يبعث بعده رسول فهو كافر، أو أقر أنه نبي وقال إن رسالته خاصة وليست عامة كما يقوله بعض النصارى. بعض النصارى يؤمنون برسالته لكن يقولون إنه نبي للعرب خاصة، وهذا كفر. لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. نعم.